أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا سبل هذا اللقاء ديال المؤتمر الوطني الخامس. والحمد لله هذا المؤتمر الوطني عرف مشاركة واسعة ديال جميع الجهات، جميع أقاليم المملكة تمثلت فيه. وكان اليوم اللقاء ديالنا في قاعة ديال الصخور السوداء مدينة الدار البيضاء، وهذا تميز هذا اللقاء بحضور السيد عبد الإله بن كيران أمين العام حزب العدالة والتنمية اللي شرف على هذا اللقاء، وتميز بانتخاب بالعرض ديال التقريرين الأدبي والمالي اللي تمت المصادقة عليهم، وكان كذلك تجديد ديال المكتب، وكانت فيه تجديد ديال الثقة في الرئيس السابق، وكذلك انتخبنا المكتب المسير الجديد.